بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجكم مواقف من السيرة، وهذه الوقفة مع حرصه صلى الله عليه وسلم على أهمية الدعاء. لا شك أن الدعاء من أفضل العبادات، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وكان حريصا على أن الإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين، وأن يسأل الله عز وجل دائما وأبدا. فالدعاء حقيقته عبادة لله عز وجل، يتقرب بها العبد إلى الله ويظهر فيه افتقاره لله جل وعلا. فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى وفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لذلك يجب عليك أن تدعو. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو يغضب الله عليه. فالدعاء واجب لأنه عبادة مأمور بها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويحض الناس عليه، فيقول: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له في الحال، أو يدفع عنه من السوء بمثلها، أو أن يدخرها له في الآخرة. وكان يرغب في الدعاء في كل المواطن، في جميع المواطن، في صحتك وعافيتك في الرخاء وفي حال الشدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به في هذا الجانب. في الحج وهو على بعيره يدعو الله عز وجل حتى سقط نسع ناقته، فأخذ بيده نسع الناقة والأخرى رافعا إياها يدعو بها. وفي القتال في غزوة بدر رفع يديه حتى سقط رداءه عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله تعالى في صلاته في قيام الليل أيضا. وكثير الدعاء مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر حاجته وافتقاره إلى الله، وأن يكون ذلك درسا لأمته. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نلح في الدعاء، وأن نكون على يقين بأن الله تعالى يعطينا، فهذا حسن الظن بالله. والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فكن على يقين أن الله تعالى يعطيك. أحسن ظنك بالله يا من خصوصا أنت في كربة وفي ضيق وفي هم وغم. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولكن لا تعجز. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب لأحدكم ما لم يعجز، ما لم يستعجل، يعني يعجز فيترك الدعاء ويستعجل فيترك الدعاء. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر حينئذ ويدع الدعاء. أيضا اعلم أن الله تعالى يستجيب لك الدعاء إن كان دعاؤك صحيحا، ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم فهذه الدعوات لا تستجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم، ما لم يستعجل، ما لم يدعو بقطيعة رحم. كذلك أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل لا يتكلف في الدعاء: ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن الاعتداء بالدعاء أن الإنسان يتكلف: الله عز وجل قريب منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب منك ومن دعواتك وكلامك، والله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم جميع اللغات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه معاذ، وكان يطوف حول الكعبة صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لا أحسن دندنتك
ولا دندنت معاذ، فعلمني دعاء ندعو به. قال اعرض علي دعاك. قال اسأل الله الجنة واعوذ به من النار. قال حولها ندندن. فهكذا ينبغي للإنسان أن لا يتكلف في دعواته، والله عز وجل سميع مجيب الدعوات. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. فأكثر من الدعاء أيها العبد فإن الله تعالى يعطيك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له في الحال، أو يدفع عنه من السوء بمثلها، أو يدخرها له في الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر. قال: الله أكثر. فالله يعطيك أكثر مما تسأله سبحانه وتعالى. وأيضا يجب عليك أن تحرص على سلامة هذا الدعاء من موانعه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالإنسان إذا كان يأكل الحرام ويفعل الحرام قد يرد الله عز وجل دعوته ويؤخرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك؟ استبعادا. لماذا؟ لأن هذا السبب من موانع الإجابة. فينبغي للإنسان أن يتجرد حين الدعاء، وأن يحرص المسلم على مواطن الإجابة. آخر ساعة من العصر يوم الجمعة ساعة إجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل العبد فيها ربه قال إلا أعطاه إياه. وكذلك بين الأذان والإقامة، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. كذلك إذا نزل المطر، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة وعند نزول المطر استجيب الدعاء. وكذلك حال سجودك أيها العبد ستكون قريبا من ربك. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء، في السجود نكثر من الدعاء. قال: قمن، يعني حريا أن يستجاب لكم. وكذلك بين التشهد والتسليم، هذا موطن دعاء. لا تسلم من الصلاة أكثر من دعائك لله عز وجل إذا كنت لوحدك تصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أحاديث كثيرة في الدعاء بين التشهد والتسليم، فهذا موطن إجابة. حتى قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع يعني يستجاب؟ قال: جوف الليل الآخر وفي أدبار الصلوات المكتوبة. آخر الصلاة عند التسليم قبل أن تسلم، اسأل الله عز وجل ما شئت. وجوف الليل الآخر حين ينزل الرب سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يتوب على التائبين ويجيب السائلين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني كريم غفور رحيم سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل في الثلث الليل الآخر من صلاتك وأنت تصلي وتدعو الله عز وجل، فهذا من أعظم مواطن الإجابة حينما تكون خاليا بينك وبين ربك. حتى كانت هذه الأوقات يحرص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن أحوج أن نسأل الله عز وجل لنا ولذوينا وللمسلمين والمسلمات. فأسأل الله أن يستجيب الدعاء وأن يغفر الزلات. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.